احلى الليالي يا حسام يا غالي، يسجل هدف ثالث غالي جدا لتوتنهام، يتقدم حسام لفريق توتنهام 3-1. شوف هو اللي بدأها حسام، هو اللي بدأها حسام غالي، واتردت الكرة وخبطت ويضعها بخارج القدم، رائع يا حسام. هدف ثالث للسبيرز، اي معاناة يعانيها تشيلسي في هذه الاوقات. شوف حسام من وسط ثلاث لاعبين زي الوحش انقض وخدها بصدره وانطلق على طول في اتجاه المرمى وبخارج القدم، ولا اعظم هداف يضعها حسام ويصنع ويشعل الفرحة في صفوف توتنهام وفي